مساء الخير. أربع أشياء عند المرأة إذا لمسن الرجل فتأكد أنها ستقع أسيرة بين يديك. طبعاً هيدا الفيديو مخصص للمتزوجين فقط، وقبل ما نفوت بتعداد أو بذكر هالأربع أشياء لازم أقول بالبداية وقبل كل شيء إنه لازم المرأة تكون بتحبك أو عندها مشاعر تجاهك، لأنه إذا ما بتحبك حب صادق وما عندها مشاعر حقيقية تجاهك فهي لم ولن تتأثر في هذه الأشياء اللي راح نذكرها. أول شغلة هي اليدين. عندما تمسك يد المرأة أو مسكت اليدين فهي إذا كان عندها مشاعر تجاهك فراح تتأثر تأثر كبير، وأيضا راح تتحرك مشاعرها تجاهك. تاني أمور أو تاني شغلة هي قبلة على الجبين، يعني المرأة التي تحبك طبعا إذا قبلتها على جبينها فهي ستتأثر جدا وأيضا ستتحرك مشاعرها تجاهك. المنطقة الثالثة هي الخد. عندما نلمس خد المرأة بطريق يعني بطريقة مع نظر، إذا نحكي على البادي لانجويج، مع نظر مباشر إلى عينيها، فهيدا الشيء كتير بيأثر فيها وأيضا بخلي مشاعرها تتحرك تجاهك، خاصة إذا بتحبك طبعا. الشيء الرابع والأخير هو الشعر. المرأة تتأثر جدا أيضا بلمس شعرها، يعني حين تداعب شعرها أو تلمس شعرها فهي ستتأثر أيضا إذا كانت بتحبك وستتحرك مشاعرها تجاهك إلى أقصى الحدود. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو لتحليل الصورة الشخصية بتقدروا تتواصلوا عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا أنكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. أنا بشوفكم بفيديو تاني.